رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هاي الفاصل. خلونا نرد مرة ثانية عند أخوي عبد الرحمن المري بفندق النجادة مع ضيف السيد راشد عبد الله المهندي. تفضل أخوي عبد الرحمن. شكرا يا نور، رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة من الأنشطة الرياضية تقام في هذه الفترة بمشاركة منتخباتنا سواء داخل أو خارج قطر، كما تستعد الدوحة لاستضافة كأس العالم للسباحة وذلك غدا الأربعاء بإذن الله تعالى. محليا راح تكون مباراة الزعيمين السد القطري والهلال السعودي في استاد جاسم بن حمد، مباراة الإياب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في ملعب استاد جاسم بن حمد. ودوليا تتواصل مشاركات بعثتنا القطرية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في نانشينغ بالصين. الحديث أكثر عن هذه المواضيع والأنشطة الرياضية نستضيف معنا السيد راشد عبد الله المهندي الإعلامي الرياضي اللي بيكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. وعبد الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور يا أبو حمد. مرحبا، الله يجزاك خير، الله يسلمك. دائما نسمع صوتك في صوت الخليج برنامج شوت ولا شفناك والحين تستضيف إن شاء الله، بس ما انصدمت يوم شفتني. لا بالعكس والله يا أبو عبد الله، يا مرحبا بك عزيز وغالي. أبو عبد الله، يعني ما شاء الله، يعني سلسلة من الأنشطة الرياضية تستضيفها الدوحة سواء خارج أو داخل البلاد، نبدأها في مباراة الزعيمين السد والهلال. مباراة الذهاب كانت في نتيجة 1-0، يعني هي مباراة الذهاب انتهت بهدف دون مقابل للهلال السعودي في الرياض. اليوم المباراة عبد الرحمن، المباراة راح تكون في استاد جاسم بن حمد، مباراة الإياب في الدور ربع النهائي. مباراة صعبة أكيد، المدرب حسين عموته تنتظر مباراة يعني محفوفة بالمخاطر أمام نادي كبير مثل نادي الهلال السعودي. ما في شيء مستحيل، ولكن الموقف مش سهل أيضا، ولكن نادي السد واجه هذه الصعوبة في دور الـ16 أمام الفريق الإيراني، قدر أنه هو يتعادل في الدوحة ويتعادل في إيران، فالسد قادر أنه هو يتخطى نادي الهلال، ولكن أكيد أنه يحتاج عمل من المدرب، من اللاعبين، يحتاج تركيز، أيضا يحتاج عبد الرحمن أنه هو يعمل على مدار 90 دقيقة، مش يعمل على بداية المباراة، لأن أنت تلعب من أجل أنه أيضا ما يتسجل فيك هدف. يعني ممكن أنت تحرز هدفين والهلال يحرز هدف وتنتهي المباراة بفوز السد 2-1، ولكن في الأخير يصعد الهلال بفارق الأهداف. طيب وعبد الله، هل يعني السد عنده الإمكانية اللي ممكن يجتاز الهلال السعودي، خاصة أنه بين أرضه وبين جمهوره، وقبل مباراة الذهاب كانت نتيجة يعني ما سجلها إلا في الدقيقة تقريبا 71 فالنادي الهلال السعودي، هل في إمكانية للنادي السد الرياضي أنه ممكن يعدل النتيجة ويتأهل؟ نادي السد نادي زعيم مثل ما الهلال زعيم. نعم، نادي السد نادي كبير، نادي السد أحرز لقب هذه البطولة تحديدا اللي هي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى كفريق أو كأول فريق عربي يحرز هذه البطولة في سنة 89. نادي السد أيضا بطل هذه البطولة في عام 2011 وثالث العالم. فإذا تسألني عن هل السد قادر، نعم قادر السد، ولكن داخل أرض الملعب إيش ممكن يعملون؟ السد يمتلك مفاتيح لعب، يمتلك لاعب برازيلي ممتاز تم التعاقد معه في الفترة المؤخرة اللي هو اللاعب موريكي، أيضا يمتلك نذير بالحاج، يمتلك لاعب خلفان إذا كان جاهز خلفان، أو إذا ما كان جاهز راح يدخل، يمتلك حسن الهيدوس، يمتلك فيه مجموعة كبيرة. لكن في المقابل أيضا أنت تقابل نادي كبير، ولكن هذا ما يمنع أن أنا أحط قدامي هدف أن أنا أخذ الثلاث نقاط وأن أنا أفوز وأصعد للمباراة. طيب بالنسبة للحضور، يعني توقعاتك بالنسبة للحضور الجماهيري؟ أنا أتوقع أنه راح يكون في حضور جماهير، ولكن تعرف عبد الرحمن يعني لحد الآن الإجازة في قطر أغلب الناس يعني رجعوا، أغلب الناس رجعوا، وأيضا هذه المهمة مهمة وطنية لنادي السد. يعني نادي السد ما يمثل نفسه اليوم، يمثل جميع الأندية القطرية، فأنا من هالمنبر هذا أيضا وعبر قناتكم الموقرة أدعو جماهير الكرة القطرية أن هي تحضر وتآزر الزعيم السد. هذا حق وواجب أصلا على كل من يتابعني. نعم، هذا لأن هي مهمة وطنية، وفي بطولة تعتبر هي الأولى. ما حد راح يعذر، يعني ملعب مكيف والجو داخلي كل شيء، الملعب والتنظيم، وأعتقد أنا اليوم ما حد يخفى عليه المستوى اللي وصل فيه التنظيم القطري للمباريات والبطولات، فأتمنى أن الجمهور يحضر. يمكن أنا أمس كنت أتابع حضور الجماهير الهلالية من السعودية، أنا عجبني صراحة الحضور، كان في مباراة الذهاب في استاد الملك فهد الدولي تقريبا وصل 60 ألف أو 63 ألف 63 ألف 500.
الحضور ايضا عبد الرحمن، يعني الجماهير الانديه السعوديه يعني رغم الرقم الاول يعني عنده شغف حب الكره بشكل كبير. يعني اليوم انت في 1200 مقعد مخصص لجمهور الهلال، ولكن انا شخصيا اتوقع ان يكونون اضعاف هذه الاعداد تكون خارج الملعب. استاذ جاسم بن حمد لحضور هذه المباراه، لكن في الاخير حسب القوانين الدوليه وقانون الاتحاد الدولي 1200 مقعد راح يخصص لجمهور الهلال، واللي راح يزيد احنا نستضيفهم في بيوتنا. هم كلهم على العين والراس، اهلنا واخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. ابو عبد الله، يعني لو تطرق يعني الله يوفق اول شيء للسد ان شاء الله الزعيم ان شاء الله في مباراته، وهذه الرساله ان شاء الله وصلت لكل من يشاهدنا الحين ويستمع علينا بالحضور في ملعب استاذ جاسم بن حمد في نادي السد الرياضي. الحين لو ننتقل بالنسبه للمشاركات الخارجيه، البعثه الاقطريه اللي في دورة الألعاب الأولمبية في نانشينغ بالصين، لو تخبرنا شلون تقيمون مشاركة بعثتنا خاصة كرة اليد تأهلوا لألعاب القوة؟ البطولة هذه بطولة الألعاب الأولمبية اللي تقام الآن في الصين. البعثة القطرية شاركت بوفد من ألعاب متعددة من لاعبين متعددين، ولكن الهدف الرئيسي من هذه المشاركة كان الاحتكاك. يمكن البعثة القطرية وصلت لمنصات، أو ما نقول منصات تتويج، نقول وصلت للأدوار النهائية في الفروسية في كرة اليد. أمس كرة اليد كانوا يلعبون على الثالث والرابع، ولكن خسر المنتخب أمام المنتخب النرويج. أيضا حتى في ألعاب القوى كان في بطلنا أمس موجود في نهائي 800 متر، فأعتقد أن هي مشاركة لاكتساب الخبرة، مشاركة راح تأتي بثمارها على لاعبين شباب وواعدين يمثلون منتخباتنا، وإحنا أمامنا يعني منافسات وبطولات قادمة أتمنى أنها تكون. أنا أتوقع السنة هذه كلها يعني بطولات جامدة، خاصة في بطولة الأسياد أو بطولة آسيا في بعد شهرين تقريبا، او في بطوله العالم للسباحه. العالم للسباحه هذا بنتطرق لها في اخر موضوع في ديسمبر. وفي ايضا بطوله كره اليد كاس العالم، يعني ما شاء الله شهر واحد. نعم يعني قطر ما شاء الله تنظم بطولات على اعلى المستويات، حتى كاس العالم للسباحه اللي راح ينظم في ديسمبر، وهذه اللي راح تنظم بعد بكره او بكره وبعد بكره على مدى يومين، هذه جوله من جولات بطوله العالم بشكل عام اللي راح تنظم في ديسمبر. عبد الله، اتوقع بعد دوره الالعاب الاولمبيه خاصه انها للشباب، يعني مثل الله يذكره بالخير احب يصبح عليه بخير خالد القحطاني، تكلمنا ايضا في الاسبوع اللي طاف انها تعتبر تاهيل حتى للشباب الموجودين، خاصه ان يدخلون مثل دوره الالعاب هذه ومثل هذه الدورة تأهيلهم حتى للمستقبل، يعني حتى الشباب يحتكون مع الخبرات الموجودة مع منتخبات مثل الصين عدد تعداد سكاني وعندها فرق قوية، أو أيضا المنتخبات الثانية الموجودة الآسيوية نتأهل بعد البطولات العالمية يكون عنده خلفية وعنده خبرات. يعني أنا أقول لك للأمانة اللاعبين عندنا في قطر محظوظين أن هم يحظون بهذا الاهتمام، بهذه يعني المنافسات اللي يحضرونها بشكل مستمر. اليوم احنا نشوف البعثة القطرية المشاركة في ألعاب متعددة بلاعبين متعددين مثل ما ذكرت عبد الرحمن، أكيد أن احنا راح نستفيد من هذه المشاركة في المستقبل. المنتخب اللي شارك في كرة اليد هو بطل آسيا في اليد، شارك وخذ الرابع، وهذه المرة الأولى اللي يصعد فيها منتخب إقطري للدور نصف النهائي في كرة اليد، فأكيد أنه هو في فائده راح يعني نجنيها من وراء هذه المشاركه ان شاء الله. السيد راشد عبد الله المهندي الاعلامي الرياضي ورئيس القسم الرياضي بصوت اذاعه صوت الخليج، يا مرحبا بك مساء، وشكرا لك على تواجدك معنا. بيض الله وجهك، شو بتقدم لنا ان شاء الله يوم الاحد الجاي؟ والله احنا انا الدوري يعني دوري نجوم قطر، لكن انت اي نادي تشجع؟ انا نادي الريان. رياني على طول ان شاء الله يصعد ان شاء الله الدرجه الاولى ان شاء الله. والله يوفقك، اتمنى لهم التوفيق. كل الشكر لك السيد راشد عبد الله المهندي على تواجدك معنا، بيض الله وجهك. الله يسلمك. بطوله العالم او بطوله العالم للسباحه تقام باذن الله تعالى غدا وبعد غد، وهذه دعوه للحضور في بطوله هذه الكاس العالم، وايضا مباراه زعيمين السد الرياضي السد القطري والهلال السعودي في استاد جاسم بن حمد، وهذه دعوه مفتوحه للحضور ومؤازره نادي السد الرياضي باذن الله للتاهل ان شاء الله وتعدي الهلال السعودي. كل التوفيق للفريقين وكل التوفيق لنادي السد الزعيم. هذا اللي عندنا في فندق النجاده، بنرجع للزميلات باستديو الصباح روح. شكرا لك اخوي عبد الرحمن، وكل الشكر حق ضيفك عن هالمعلومات المهمه للمباراه الجايه حق السد. ومن الرياضة ننتقل إلى السياحة مع نديبنا غانم المعاضيد من فندق الشعلة، وصباحك الله بالخير يا غانم.
صبحكم الله بالخير والنور والسرور خواتي في الاستديو، دعاء ونور، وايضا اصبح على مشاهدينا الكرام. احنا الحين موجودين في الجسر المعلق اللي يربط بلاديو مول بفندق الشعله. هذا فندق الشعله، الفندق الذي يقدم خدمات ومرافق جدا راقيه وعلى مستوى عالي ومتميز، وبالاضافه الى انه تم اختيار احد الفنادق الرائده في العالم لعام 2014، وما ننسى انه يمثل موقع استراتيجي هام على الصعيد الرياضي، بالنسبة أنه قريب جدا من استاد خليفة وأيضا قريب من سباير، بالإضافة إلى أن أيضا هو قريب من بلاديو مول مثل ما ذكرت أنا من شوي، وأيضا هو أيضا قريب من سباير زون اللي هي الحديقة، وقريب من سبيتار مثل ما قلت لكم، موقع استراتيجي هام على أكثر من صعيد، سواء الرياضي الصحي أو حتى صعيد التسوق للنساء. الحين راح نشوف تقرير منوع عن فندق الشعلة ونرجع لكم مرة ثانية عشان نكمل باقي فقرتنا مهرجان صيف قطر. خلكم وياي. من مسافات بعيدة يتراءى برج فندق الشعلة The Torch، يعانق عنان السماء بشكله المميز حتى أصبح منارة يهتدى بها، وصار من أشهر المعالم التي تعرف بها مدينة الدوحة. يرتفع هذا الفندق الأسطوري 300 متر مع وجود 360 إطلالة رائعة على أنحاء الدوحة، موزعة على 51 طابقاً تحوي غرفاً وأجنحة تتميز بتجهيزها بخدمة الآيباد داخل الغرفة ونظام إضاءة وفق المزاج يوفر 12 لوناً مختلفاً، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز LED تفاعلية. صمم الفندق بتقنية مميزة تتضمن أحدث الأساليب التكنولوجية للولوج للغرف والمطاعم الفاخرة والمرافق الرياضية والوسائل الترفيهية وفق أجود المعايير الدولية. ومع كونه في الوقت الراهن أطول فندق في قطر، يمثل فندق الشعلة The Torch معقل المدينة الرياضية بالدوحة الشامخة منطقة سباير. ويحظى النزلاء بالفندق بنفق مكيف وخاص إلى أكبر مركز تسوق في الدوحة، ألا وهو فيلاجي. يفخر فندق الشعلة The Torch الدوحة بمعايير مطبخه، ويمثل مطعم 360 المطعم المتطور في الدوحة الذي يقع في الطابق 47، كذلك مطعم فلاين كاربت وهو مطعم وجبات يومي يجمع ما بين التصميم الحديث والوجبات الدولية التي يتم طهوها طازجة. حديقة الشاي الجديدة The Tea Garden ذات الإطلالة الرائعة تقع في الطابق 21 وتطل على مسبح الفندق وحديقة سباير. تتميز قاعات الاجتماعات بتقنية رائعة بما فيها أجهزة عرض LCD مثبتة لدعم خاصية عرض مؤتمرات الفيديو في الوقت الحقيقي وأجهزة تلفاز ذكية. ويبقى فندق الشعلة The Torch الدوحة أهم فنادق الدولة التي تقدم عالماً جديداً من الضيافة القطرية للمواطنين والزوار المولعين بالمتعة السياحية، بدءاً من محبي الرياضات ورواد الأعمال التجارية وصولاً إلى الباحثين عن الصحة والعافية.
رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، ومثل ما عودناكم بنبدأ نشوف سؤال المسابقة اللي هي مسابقة مهرجان صيف قطر. بنشوف سؤال حلقة أمس كان محمية تقع جنوب غرب قطر وإلى الجنوب الشرقي لمركز أبو سمرة، أنشئت عام 1997 بهدف إعادة توطين المها العربي وغزال الريم وغيرها من حيوانات البيئة القطرية المهددة بالانقراض. عن أي محمية نتحدث؟ كان الجواب محمية المسحبية. أما بالنسبة لسؤالنا اليوم، كهف يمتد على عمق 40 متر ويقع شمال طريق سلوى وله جدران من الجبس المتكلس الصلب، وهو يعد قيمة تراثية وتاريخية وأعجوبة طبيعية، عن أي كهف نتحدث؟ أعيد لكم السؤال مرة ثانية. كهف يمتد على عمق 40 متر ويقع شمال طريق سلوى وله جدران من الجبس المتكلس الصلب، وهو قيمة تراثية وتاريخية وأعجوبة طبيعية، عن أي كهف نتحدث؟ بالنسبة لجوائزنا، جائزة هذا السؤال مشاهدينا هو إقامة فاخرة ليلتين في برج ومنتجع الموفنبيك لشخصين مع الفطور، بالإضافة إلى 4 تذاكر لباص الدوحة، حيث يمكنكم أخذ جولة على المرافق السياحية الموجودة في الدوحة. واللي يحبون يشاركونا ما عليهم إلا أنهم يشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك كتر سمر فيستيفال، تويتر كتر سمر فيستيفال، أيضا إنستغرام كتر سمر فيستيفال. لا تنسون عند المشاركة، طبعا الموجود هو تحت الشاشة المواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسون إضافة هاشتاغ مهرجان صيف قطر أو هاشتاغ QSF2014 عند المشاركة. أتمنى لكم التوفيق. نرجع مرة ثانية حق برنامج الصباح رباح. فقرتنا السياحية نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم باكر على خير، فمان الله، مع السلامة.